السلام عليكم. أولى تحديات العملية الانتخابية انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين. نسبة المشاركة هنا هي أكو بها مشكلة. إحصائيات مفوضية الانتخابات متفاوتة، طبعا كل ساعة جاينا خبر وما نعرف فيها هو الصح. يقولون أقل محافظة سجلت نسبة 63% مثل بغداد والأنبار، وأعلاها كركوك بنسبة 80% مع تسجيل بعض الخروقات والشكاوى الانتخابية في عدد من المراكز مقابل عدم تسجيل أي خرق أمني يذكر. التحدي الأكبر والمرحلة الثانية والأهم راح تكون يوم الاثنين القادم اللي هو يوم الاقتراع العام، فهل ستسير الأمور بنفس السلاسة التي سارت عليها اليوم، خصوصا وأن التوقعات تشير إلى تدني نسبة المشاركة إذا ما قارنا أعداد المقاطعين من التيار الصدري والآخرين بأعداد المحدثين لبطاقاتهم الانتخابية نسبة إلى أعداد المسموح لهم بالمشاركة. وإذا كانت عملية الاقتراع الخاص لم تخلو من الخروقات فكيف بالاقتراع العام؟ دخلت الآن على موقع مفوضية الانتخابات، حقيقة لحد الآن ما محدثين بياناتهم وما عرفنا لسبب المشاركة شقد بالضبط، لأنه المفروض تنشر على موقع المفوضية حتى يكون مصدر للمعلومات. بشكل عام يعني كل الإحصائيات اللي قاعد تجينا من هنا وهناك هي نسب مرتفعة جدا في التصويت الخاص. ننتظر يوم غدا وبعده سيكون الاقتراع العام، وتوقعات بأن تسير العملية بسلاسة أكبر. أرحب بكم من جديد، وأرحب بالدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، والدكتور حمزة مصطفى الكاتب والصحفي، والأستاذ علي نجدية الباحث في شأن السياسي. حياكم الله. مو دكتور. عفوا. حياك الله. إن شاء الله كمل بعدك شهر. إن شاء الله. حياك الله دكتور. حياكم الله. شنو التقييم لحد الآن على الوضع اللي شفناه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا تحية لكم دكتور محمد، إلى ضيفيك الكريمين وإلى مشاهديكم وملاكاتكم. بصورة عامة المشهد كان جيدا، وأيضا يثير الأمل في أن تكون الانتخابات العامة بذات المستوى من الهدوء والتنظيم، وهذا أمر مهم كنا نريد أن نتأكد منه، على اعتبار أن ما أجرته المفوضية من محاكاة في أكثر من مرة كانت تعلن وتشير إلى امتلاك التنظيم وأيضا الاستعدادات الكاملة. تعرفون أنه في هذه الانتخابات كانت بعض الترويجات أنه قد يصاحب هذه الانتخابات حالات معينة، لكن اتضح بأنه الأمور كما أكدت الأجهزة المعنية بالأمر بأن الأمور ستسير بانتظام كامل، وبالفعل هذا الذي حظوظ طيب وتنظيم عالي، بل إن حتى مسألة القطوعات التي كانت قريبة من المراكز الانتخابية هي كانت في أقل حالاتها، انسيابية عالية بالسير، انسيابية عالية بأداء الانتخابات، بما يتعلق بما ذكرتموه من إعلان نسب المشاركة. من الطبيعي جدا وكما تعودنا في كل الانتخابات السابقة في الاقتراع الخاص يكون نسبة المشاركة عالية جدا. الأمر يتعلق بالأجهزة الأمنية، هي فيها تنظيم، فيها تواجد، وأيضا فيها تأكيد، على اعتبار أنه حتى حالة التنظيم في داخل المقرات والوحدات العسكرية هي تجعل المشاركين في الانتخابات وجبات، الاعتبار من يبقى في واجبه، باعتبار أنه هذه الأجهزة واجباتها مستمرة في حماية البلد وفي حماية العملية الانتخابية، فهم يكونون على شكل وجبات في أداء الواجب الانتخابي والحق الانتخابي. ف
فبالتالي هذا الأمر يكون بتأكيد أكبر على المشاركة والفئات الأخرى بما يتعلق بالنازحين بالمستشفيات بالسجون. هذه العملية الانتخابية أو صناديق الاقتراع هي تذهب إليهم وليس هم يذهبون إليها، فبالتالي من الطبيعي أيضا تكون نسبة المشاركة عالية. لكن بالمجمل الصورة تشير إلى أن المفوضية استعدت استعدادا جيدا، وأن بعد يوم غد سيكون يوم 18 ستكون إن شاء الله انتخابات جديدة بمحطة جديدة وأيضا بنصر جديد يسجل للعراقيين في بناء تجربتهم السياسية والتي بنوها بانتخابات لهم الحق أن يفخروا بها على العالم أجمع. لا توجد تجربة سياسية وتجربة ديمقراطية عضدت ودعمت وكانت انتخاباتها تجري في ظل تهديدات إرهابية مفخخات أحزمة ناسفة قناصين، ويأتي شعب ليؤكد حقه وليؤكد خيار الديمقراطي بأداء الانتخابات. هذا الذي حصل في المحطات السابقة، فلنا جميعا كعراقيين أن نفتخر بهذا الأمر، وأيضا سيكون إن شاء الله بعد يومين درج جديد نفتخر به في مسار العملية الديمقراطية. تمام سيد حمزة، شنو تقييمك للي حصل اليوم؟ أولا شكرا جزيلا دكتور حمد، وشكر موصول للدكتور هاشم والضيف الكريم والمشاهدين. الحقيقة ما حصل اليوم أمر مهم، يعني أنا أنظر إلى على أنه أول اختبار نجحت به الحكومة الحالية من ناحيتين السياسية والفنية. الحكومة الحالية شكلت العام الماضي كانت قد تعهدت بإجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن برنامجها الحكومي، وقد تحقق ذلك. أجريت بدأت الانتخابات اليوم أول يوم التصويت الخاص، يليه بعد غد التصويت العام. هذا جانب. الجانب الفني هو ما شاهدناه اليوم من كفاءة في الأداء على كل المستويات، الأجهزة الأمنية والمفوضية الانتخابات. كان الأداء جيد على مستوى الشارع وعلى مستوى الأمور اللوجستية كلها. وهذا طبعا نتاج تجارب سابقة، كانت هناك إخفاقات وحتى خروقات، ولكن ما لاحظناها اليوم حتى هذا الموضوع يعني ربما هو في حده الأدنى، يعني لم تسجل خروقات على الإطلاق، يعني ربما شغلات بسيطة لا في باب الخرق، وإنما أمور يعني ممكن تحصل هنا أو هناك. الانسيابية عالية أيضا، المشاركة يعني صحيح، والجزء الأمنية والنازحين وغيرهم المشمولين اليوم هم يعني لا يشكلون الأغلبية بين الناخبين العراقيين، لكن أيضا عدد لا يستهان به أكثر من جد يعني جد تقريبا نسبة الناخبين بالاختراع الخاص عن النسبة العامة، يعني حسب ما يعني سمعناه من المفوضية يتراوح بين 5-7% تقريبا نسبتهم واحدة، وهذه نسبة جيدة يعني من فوق المليون وممكن ونص عددهم، يعني هذا يشكلون إضافة مهمة للانتخابات. طبعا إذا جرت الانتخابات اليوم الاثنين المقبل بعد غد لا أقول بنفس الكيفية، يعني أتوقع أنها ستجري على مستوى الانسيابي بنفس الوضعية، لكن طبعا بزخم أعلى باعتبار راح الناس يعني بكثافة يشاركون. لكن إذا كانت نسبة المشاركة عالية نسبيا راح هالمرة تختلف عن كل النسب السابقة، يعني انتخابات السابقة كلها كانت النسبة يعني نمطية تقريبا، يعني ما عدا يمكن الانتخابات الأولى كانت نسبة عالية بعدين بدأت تتقلص النسبة وتنحصر عند حد معين بين 25-30%. الآن وفق هاي المؤشرات أتوقع النسبة سترتفع أكثر، وهذا طبعا دليل نجاح آخر يضاف إلى النجاحات التي تحققت، وهذا أيضا يؤكد المسار الديمقراطي. يعني الديمقراطية دائما خاصة في ظل يعني حكم شمولي طويل، وحتى اللي قبل الحكم الشمولي كانت أيضا الأنظمة ليست ديمقراطية بالمعنى الذي ممكن أن نفهمه بالديمقراطية، إنما يعني على الأقل العهد الجمهوري يعني من 58 وجاي، لكن فبالتالي التجارب الديمقراطية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى وتخللها خسائر وتضحيات. الآن يعني إذا الاثنين القادم مشت الأمور بنفس السياق وبنفس المسار حتى إذا بنسب أقل، أعتقد أننا نكون قد قطعنا مرحلتين مهمتين، الأولى على صعيد نضج التجربة الديمقراطية، والثانية على صعيد التكامل بين الحكومة الاتحادية المركزية وبين الحكومات المحلية. كانت هناك قطيعة يعني طوال الفترة الماضية، الانتخابات المحلية أجلت من 2013
ايضا كان ينظر اليها حتى قبل ما تؤجل، قبل حتى من كانت تقام، على انها حلقه زائده بسبب الاحتدامات والخلافات السياسيه. لكن الان اذا مشت الامور بهذه الطريقه راح تكون عندنا تكامل بين الاداء المركزي والاداء المحلي، وهذا يعني ان المخرجات ستكون ايجابيه لصالح المواطن. تمام. بكل الاحوال هي النسب اللي اعلنت الان سماها حقيقه ما قاعد نعرف شنو المصدر الرئيسي مالتها لحد هذه اللحظه، بس هي نسب مرتفعه. يعني تتحدث عن فوق الستين، عن 84، عن يعني مثلا اللي وصلنا انه اقل محافظه هي بغداد ومن ثم الانبار واعلى محافظه يمكن كركوك. كل النسب يعني عاليه لحد هذه اللحظه. يعني في كل الاحوال ننتظر النسب الرسميه النهائيه، يعني هاي النسب اوليه حتى الان. اكيد. يعني لا يزال العدو الفرز قائم يعني. وبالتالي النسب، والأهم من كل هذا أنه نسبة المشاركة بالأجهزة الأمنية والنازحين لا تعد هي المعيار اللي يحدد النسب الحقيقية. هذا ننتظره يوم الاثنين القادم، يعني وراها نقدر نشوف أنه إحنا شقد يعني بالفعل كانت نسبة المشاركة الحقيقية. إذا تجاوزت 40-50% اتوقع ان الامور يعني ستكون في حاله جيده على كل يعني 40 الى 50%. نعم، اذا دونها معناها ما سوينا شيء، نفسها كل الانتخابات السابقه كانت في هذا الحدود، وبالتالي معناها نفس الوجوه نفس الاحزاب نفس الكتل هي اللي يعني تبقى متسيده هذا المشهد. لكن اذا زادت النسبه معناها وجوه جديده ستظهر وستكون يعني في حال زياده المجالس. يعني شرط الوجوه الجديده ان تكون زياده في النسبه بالتاكيد، لانه النسب هذه الثابته هي معروفه، يعني هذا جمهور موجه، جمهور الموجه الى حد كبير، وجمهور القوى المعروفه يعني اللي عندها جمهورها اللي ينتخبها كل مره يعني. وهذا من حقه ومن حقها يعني. لكن ال 70% اللي هم يعني غالبيه العراقيين اللي ما يطلعون الانتخابات، اذا طلعوا منهم الان 20-25% معناها راح تتغير المعادله. معناها اكو تطور جديد في الموضوع. اكو تطور جديد في الموضوع. شنو العوامل اللي تخليهم يطلعون ذولا؟ خلينا نرجع لها مره ثانيه هاي القصه، لانه اكو مثلا تثقيف على هذا الموضوع، اكو شيء تغير بالوضع السياسي، اكو شيء حتى ذولا ال 80% او 70% منو اللي اشتغل عليهم خلال الفتره السابقه حتى يطلعون حتى يشاركون بالعمليه الانتخابيه اذا كانوا هم عازفين عليه؟ هذا سؤال. هذا مو تاكيد، احنا ما افترض. لا افترض، نفترض انه ذولا شلون راح يتحركون خلال هاي الفتره السابقه. استاذ علي حياك الله. الله محييك، اهلا دكتور. ايضا ضيوفي بالاستوديو يعني وجهات نظر يعني متقاربه حول اللي جرى اليوم بالانتخابات. مشت الامور بسلاسه، نسب التصويت اللي وصلت الان مرتفعه، الامور ماشيه تمام على ما يبدو. شنو رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه تحيه لك ولضيوفك الكرام والساده المشاهدين. طبعا التصويت الخاص هو يجب ان تكون فيه نسب التصويت مرتفعه، كون انه المشاركين فيه هم ابناء القوات الامنيه وبعض يعني عدد قليل من النازحين، لكن الاعم الاغلب هو القوات الامنيه. وهذا كما تعرف طبعا انا منذ ساعات الصباح الاولى، يعني لما طلعت الصبح كنت دائما استوقف المنتسبين واسالهم شنو الطريقه اللي جيتوا بها؟ شنو الاليه اللي جيتوا بها؟ هل احد فرض عليكم؟ هل تم اجباركم؟ ولحد قبل يعني ساعات قليله من المجيء الى الاستوديو سالت احد المنتسبين، قلت له دائما اقول له شوف نصابيعك فاشوفها منتخب، اقول له شلون انتخبت؟ فيجاوبني يقول احنا لازم ننتخب لان احنا منتسبين. فهذه اكو يعني فد عرف يعني بين القوات الامنيه وبين المنتسبين انهم مجبرين على الانتخاب ويجب ان يشاركوا بالانتخاب من باب واجب وطني، من باب قد يتعرضون الى حرج، قد يتعرضون الى المساءله. وقبل قليل طبعا تسرب الى قنوات التليجرام كتاب ما اعرف مدى صحته انه تزويد القطاعات، تزويدنا بالمنتسبين الذين لم يشاركوا بالتصويت. فهاي دائما المنتسبين يعني حتى يبتعدون على عن هذا الحرج وعن هذا. علي منو طلب هذا الشيء؟ والله الكتاب بصراحه ما قراته على السريع، ما اقدر اقول منو، وبالتالي ما متاكد من صحه الكتاب، لكن اقدر اشوفك اياه. يعني قصدك صار اجبار على المشاركه بالانتخابات؟ بعض القوات اجبرت، بعض القوات احرجت، والبعض الاخر يعني انا نقلا عن المنتسبين قالوا اللي ما يروح للانتخابات
يكتب تعهد انه هو يتحمل كافه التبعات القانونيه. يعني بالوحدات العسكريه؟ هذا طبعا على لسان منتسبين انا سالتهم شخصيا. أه. واخر سالته قلت له شلون رحت للانتخابات؟ قال احنا لازم نروح لان احنا منتسبين. فهذا العرف سائد بين القوات الامنيه وبالتصويت الخاص. أه. قد يكون هناك اجبار، قد يكون هناك قناعه كبيره بالمشاركه كونهم قوات امنيه، والبعض يتخوف من عواقب عدم المشاركه. انت عراقي وابن الشارع وتعرف انه الاقوال اللي تتداول بالشارع عن عدم المشاركه، عن عدم قد يكون هناك مساءله، قد يعني يصير اكفد اجراء معين. فالتصويت الخاص بصراحه لا يمكن اعتباره كمعيار لحجم المشاركه. انا بصراحه اشوف هذه النسب قليله برايي انا. غير في بغداد 63 نسبه غير مقبوله بالتصويت الخاص برايي انا، غير مقبوله. اضف الى ذلك عدد الاوراق التالفه. يعني قبل قليل شفت احد المحطات يعني عدد الاوراق التالفه به عدد مهول. يعني هذا يدل على ان هناك اجبار، يعني المنتسب اللي جاي مو بارادته. وهذه طبعا تؤشر الاوراق التالفه هي بفعل يعني بفعل متعمد. يعني اكو ناس تروح الانتخابات لكن ما غير مقتنع بالانتخابات بالضبط، وهذا غير صحيح. اسمح لي بمقاطعتك شويه، انا يعني وصلتني نسب الان قد تكون غير مؤكده لكن يعني قريبة. ديالة 78%، واسط 74%، ديوانية 77%، ذي قار 72%، البصرة 71%، كركوك 75%، نجف 68%، المثنى 84%، وكربلاء 66%. هسه هذا النسب الأولية. قد تغير في اللحظات القادمة، لكن قضية انه الاوراق التالفة انه هو شخص يروح للانتخابات لكن يتلف ورقته حفاظا عليها، هسه هذا هم شيء ايجابي. ما يخالف استاذ محمد، بس اكو نسبة، اكو نسبة. ما من المعقول انه نسبة كبيرة من الاوراق التالفة. هذا معناته انا هنا اؤشر اولا على القيادات الامنية. يعني يجب متابعة الوحدات والآمرين، ويجب اعطاء مساحة من الحرية للمشاركة من عدمها. أنا كشخص أحث على المشاركة، لكن في نفس الوقت أرفض إجبار المنتسبين على المشاركة وبالتالي مصادرة آرائهم. هاي من جهة. من جهة أخرى، كما تعلم أستاذ محمد أنه منذ ساعات الصباح الأولى يعني المراكز عجت بالمنتسبين. أنا أريد أسأل سؤال وراح أسألك إياه بالهواء مباشرة. أنت برأيك عملية التصويت ايش قد تستغرق من وقت؟ انا ما عندي راي. لا لا لا، انت يعني برايك ايش قد تستغرق من وقت؟ اعطيني رقم هيك ببالك، ايش قد تستغرق؟ ما اعرف. لا انا اقول لك من دقيقتين الى 3 دقائق تستغرق. ها قصدك انه تسحب الورقه وتصوت عليها؟ اي هذا من تستلم ورقتك لحد ما تروح للكابينه المحطه وتاشر وتخليها بالجهاز. زين. تستغرق من دقيقتين الى 3 باحسن حالاتها. ايه. بعدم وجود اي مشكله. ايه. اذا كان في المركز 500 ناخب وفي المحطه عفوا 500 ايه. ناخب، وهذا رقم طبيعي صح؟ ايه. اذا تضرب ال 500 في 3 دقائق ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك 1500 دقيقه. اذا تقسم ال 1500 دقيقه على وقت الانتخاب من الساعه 7 الى 6 مساء، تشوف انه نص الموجودين في هذه المحطه لن يشاركوا، ما محسوبين بالوقت هذا. اكو بيروقراطيه استاذ محمد، انت قاعد تباوع الفيديوهات وقاعد نشاهد الاليه في الانتخاب يعني نوعا ما بطيئه. يعني انا قلت لك 3 دقائق انطيت اجواء مثاليه. يفترض انه المراكز تكون اكثر. بس هو مركز واحد، انا قلت لك بالمحطه الواحده 500. أه. بالمحطه الواحده، المحطة الوحدة طيتها 500 ناخب. بس ما حسبنا ايش قد عدد المنتخبين. اي مو هنا انت غير تكون مستعد لمشاركة ال 500 بالكامل. أيه. لو انت من البداية منطي حاسب حساب المقاطعين. لا لا منو، بس حتى منو قال انه ال 500 المحطة هاي بها 500؟ ما هي هاي القصة، افتراضات افتراض. ايش قد؟ ما ادري جزء اقل. ايش قد بها؟ انت اعطيني رقم 200؟ حتى ال 200 اذا تضربهم راح يتوقفون الى ان يكمل انتخابه، هي العمليه مستمره، فلربما الوقت اللي يستغرقه بين واحد وواحد ثواني وليس دقائق. لا لا لانه لا 3 دقائق استاذ علي اولا هذه فتره العمر يعني الوقت اللي يحتاجه للتصويت، لكن وفي هذا الوقت ايضا اكو 5-10 وياده يصوتون في مكانات اخرى في التدقيق. لا لا استاذ هاشم في اعطاء الورقه. استاذ هاشم ما في 10 يكونون محطه مره واحده. استاذ علي ده تفترض شيء انه كل واحد يدخل تتوقف المحطه بالكامل ما بها اي عمل الى ان هذا ينجز الثلاث دقائق مالته حتى يدخل واحد ثاني. هذا الامر مو دقيق. الامر انه مستمر بصوره كامله. هسه مو دقيق، انا قاعد احكي لك بلغه الارقام، اما انت يعني رايك محترم مو ضروري يكون هو الدقيق. ايضا
لغة الأرقام ولغة من شاهد الانتخابات وكيف تجري. استاذ علي شاهدناها بالتلفزيون. انت تقصد انه مو كل واحد هو واحد يتوقف يعني مجموعه موظفين وذول الموظفين يدخلون مثلا 10 10 دكتور محمد ايه؟ احنا مشاركين بالانتخابات ونعرف اليه الانتخاب المحطه بها كابينتين ايه؟ وبها تقريبا اما صندوق او صندوقين فهاي الاجراءات تاخذ وقت. انا اعطيتك 3 دقائق يعني انا حسبت التفتيش وحسبت لك تسليم الموبايلات وحسبت لك تدقيق البطاقة الناخب والبصمة واقطاع الورقة والذهاب إلى الكابينة والاختيار والعودة. أضف إلى ذلك أنت تعرف أنه أغلب الناخبين قد لا يعرفون الآلية فممكن أن يسأل سؤال كيف الآلية. وطبعا هي آلية بصراحة مو سهلة أنه اختيار الناخب اختيار القائمة اختيار شنو الخلاصة ملاحظتك شنو الملاحظة. أتصور أنه الوقت غير كافي إلى السادسة أيه. مساء وقت غير كافي أيه. لكن يعني المقاطعة مغطية على الكثير من السلبيات. يعني المقاطعة اللي دائما تصير عندك بال 2018 كانت مقاطعة كبيرة حتى بال 2021 كانت تكون مقاطعة عندك حاليا مقاطعة التيار الصدري بشكل كامل. أضف إلها المقاطعة العشوائية اللي هي تحدث مع كل الانتخابات. يعني الجمهور العشوائي اللي هو مقاطع لأن هو مثلاً غير راضي عن أداء الحكومة غير راضي عن أداء العملية السياسية. تقصد إنه إذا أجوا العراقيين ينتخبون كلهم ما تقدر تستوعب. ما يكفي الوقت. لا ما يكفي. أنا متأكد متأكد وبلغة الأرقام ومتأكد إنه هذا الوقت غير كافي. لكن قلت لك المقاطعة مغطية على السلبيات. هاي واحدة. اثنين احنا سمعنا انه المفوضية قررت عدم ادخال الموبايلات الى المحطات الى داخل كابينات التصويت. كيف خرجت هذه الصور الى الاعلام الى السوشيال ميديا؟ اكو خلل اذن هنا. هذه احنا اليوم من قاعد نأشر الخلل هو مو طعن بعمل المفوضية ولا طعن بالعملية. لا ما يخاف ما يخاف. احنا نريد يوم الاثنين يكون يوم مثالي بدون اخطاء. بس هو ممنوع دخول اجهزه الهاتف الى نعم ضمن تعليمات المفوضيه قالت ممنوع دخول الهاتف. استاذ محمد دخول الهاتف معناته اولا اللعب بالعقل الجمعي. يعني اليوم البعض يروج الى التشويه وكتابه عبارات وغيره. اضف الى ذلك ممكن انه تفتح ابواب الفساد. انت تعرف اليوم الصوت ينباع وهذا ما يخفى على اي عراقي. فاليوم لما نتخلي الناخب يصوت ويدز للمرشح هنا فتحت له باب من الفساد باب من شراء الأصوات. فهذه يجب مراعاتها يوم الاثنين القادم إن شاء الله. تمام. يعني هسه الملاحظات الأولى أنه يتعرضون إلى إجبار، ثانيا الوقت ما يكفي، وثالثا قضية الهواتف. شنو رأيك بهذا الكلام؟ أولا أستاذ علي ربما طرح أمور لكن ما توفق في طريقة الاحتساب. أنا قلت هذه مراحل الانتخاب تستغرق لربما من 10 ثواني إلى 15 ثانية. زين صح العملية كلها تستغرق لها 3 دقائق أو حتى 5 دقائق. لكن لا يوجد مركز من المراكز يوقف عمل الجميع على شخص واحد يدخل ويخرج يلا يدخلون الشخص الثاني. هي مو عيادة طبيب. وهذا شاهدناه بالتلفزيون. ولعله أنا أتذكر في طريقة الحساب صحيحة إذا تحسبها بالدقائق بهذه الطريقة بالدخول المفرد على طريقة عيادة الأطباء نعم ما يكفي. لكن على طريقة فضن الصمون انه ادي صوتك واطلع رحم الله والديه من زاد وخفف هو المعمول به هذا لا ماضي حتى للطافه للطرفه على اعتبار انه اليوم فرحنا بانجاز عرس انتخابي. هذا يقولون اللي اجى قص الجناحات مال الذبابه وقالها كيش ما طارت فقال لهم توصلت الى نتيجه انه الذبابه تفقد السمع بقطع جناحيها. هي مو هيك الامور لازم يردنا ايضا نتناقش بها. انا اقول الامور جريت بصوره طيبه جدا. ملاحظات نعم موجوده. ما كنت انتخابات في اي دوله في العالم تجري بطريقه بالحاله المثاليه الكامله. لكن بالطريقه نعم هنالك من ادخل موبايله خلاف التعليمات، هنالك من دخل أتلف ورقت عمدا أو سهوا، هذا الأمر موجود. لكن هذه قد تشكل من نسبة الصورة الإيجابية استقرار أمني، انسيابية عالية، المفوضية أدت ما عليها بشكل كامل، وأيضا العدد ليس بالهين. الظواهر السلبية دائما تطفو أكثر من الظواهر الإيجابية. فبالتالي انت عندك تجربه ديمقراطيه واحنا قبل شويه جينا نحكي عن 80%.
ذن 80% شلون نجيبهم اذا هو ما عنده ثقه بالنظام الانتخابي بالوضع اللي اولا الكلام. هذا ترويج 80% هم مو دقيق زين 70 لا حتى اقل من 60 بالمئة تمام 60 مو شويه لا مو شويه لا واحد مو شويه لكن احنا بدعه عن العالم تحنمت العالم زين فرنسا اجرت انتخابات ب 36% زين امريكا اجرت نسبه انتخابات بمشاركه 27% وبريطانيا واستراليا وايطاليا وروسيا فمن نتيجه هذه مساله طبيعيه ووجود من لا يريد ان يشارك في الانتخابات تكاسلا او على مبدا سعيد من اكتفى بغيره او على انه عنده راي سياسي او مقاطع او اي شيء اخر فهذه مساله طبيعيه احنا نتحدث عن مجمل الامر هو يجري بما يجري به الامر بالعالم كله وقلنا في البدايه المشاركه في الاقتراع الخاص تكون مرتفعه كما كان في السابق تمام الان الفوضيه تقول نسبه المشاركه بالتصويت الخاص غير مسبوقه باي عمليه انتخابيه سابقه اذا يعني تحققت يعني تحقق انه نسبه عاليه في هذه الانتخابات ولا تنسى استاذ دكتور محمد في هذه الانتخابات تحديدا هنالك حاله من الاستقرار السياسي صاحبه الاستقرار الامني هي غير مسبوقه في كل الانتخابات السابقه في الانتخابات السابقة دائما ما كنا يا أما بحالة استقرار غياب استقرار أمني أو استقرار سياسي هنالك مناكفات تقاطعات سياسية حتى في الانتخابات الأخيرة في 21 البرلمانية الاستقرار الأمني كان متحقق كما هو الحال في عام 2018 ولكن الاستقرار السياسي كان تشهد مناكفات تقاطعات هذه المرة لا توجد تقاطعات على الأغلب أنا أتحدث بصورة كاملة حتى ما جرى في الدعاية الانتخابية والمؤتمرات الانتخابية كانت هادئة بدون تسقيطات بدون تقاطعات شهدت حضور غير مسبوق من راقب لا لا هذا حاله خاصه الرجال محتاج قلبه حقه هسه ما نعممها على الكل هذا حقه ما يخالف هسه ما نعممها على الكل انا اقول بصوره عامه زين. حضور المهرجانات الانتخابيه كان الابرز والاكبر عددا وحضورا حتى في هاي احنا هسه يعني احنا قاعد نحكي امام راي عام واحنا بلد بديمقراطيه يعني هذا مخالف للانظمه الانتخابيه وهذه السلوكيات اللي طلعت مخالفه للانظمه هاي الغلط والفشاير والشتايم وكذا وما حد اتخذ بها اجراء قلت محترق قلبه هسه هو بها حال مخفف عليه هسه مو على هذا انا ما احكي بس على هذا هذا له على الخروقات اللي صارت ولا واحد عاقب لهذه اللحظه لمن شتم الحق في ان يقيم دعوه ويشتكي لا اكو نظام انتخابي يحدد نظام انتخابي يعاقب على هذه المخالفات الشاتم مخالفات كل شوية الشاتم ليس مشتركا بالانتخابات ليس قائمة لا مو مشتي أنا سمو عن شتائم مو فقط عن شتائم على بطاقة على بيع البطاقات على تفاصيل هواية وأمام الإعلام صورت دكتور عزيز هنالك فرق حتى قانونيا بين الشكوى وبين التشكي التشكي حالة عامة الناس تتحدث زين تتحدث لي عن شكوى بها قرائن بها دلائل هنا القانون المفوضية جهات المختصة اتخذت بها إجراء ولا لا الآن حديث كثير باعوا بطاقاتهم وجا صور يريد يشتري باع صوته بالمناسبة حتى الحديث أكو مرات الحديث غير واقعي يقول لك باع صوته ب50,000 يا شيخ ال50,000 تشكل مشكلة عند العراقيين أسألك بالله ما النفرين كباب مثلا ما العشاء شفنا فيديوهات ناس توزع خمسينات عزيزي هسه هذه مدى دقتها مدى صحتها واحد قال وزعوا عبي واحد قال وزعوا فلوس واحد وانا خليني اقول لك حتى لو حدث هذا هذا ما يضر بالمصداقيه ما رسل بعض اخطاء واحد عزم واحد انطى زين خليني اقول لك بعد اكثر اكو من اعطى قطع اراضي قالوا هسه لا بالانتخابات السابقه لا بهاي الانتخابات لا وين ما يا حزم ولاكم الاعلاميين ايضا مثيره هاي شنو؟ اي واحد قالوا واحد المرشحين اعطى لاحد الاعلاميين قطعه ارض لم يتحقق الامر لغايه انا اقول هذا من ضمن الحديث التشكي زين تحدث عن حاله الابلغ والاعم انت من عندك اكثر من مليون ناخب منو هذا المرشح هسه بعيدا انا اقول هذا التشكي هذا الكلام تمام استاذ حمزه قبل شويه قلنا نحكي عن نسبه المقاطعين هسه انضافت نسبه اخرى من المقاطعين الجدد مقاطعين التيار الان نعم قبل ان نتحدث عنهم ايضا انه
احنا البارحه صارت عندنا تظاهرات في مدينه الصدر، مدينه الصدر كانت تظاهرات مؤيده للمقاطعه. قبلها كان اكو تخوف من انه امكانيه السيطره على مراكز، منع الناخبين كذا، كان هذا الحديث داير يعني بالاوساط السياسيه. بعد تغريده السيد مقتدى الصدر الاخيره اختلف الوضع تماما. هل يمكن ان نشهد تحديات اخرى بهذا الصدد؟ لا اتوقع، لانه اذا تحدثنا عن التحديات هي نوعين، نوع سياسي ونوع امني يتعلق بالارهاب وغيره. لا انت تتحدث عن التحديات المتعلقه بموقف المقاطعه. لا، موقف المقاطعه حسم اولا اكبر تيار وهو التيار الصدري، تيار منضبط يعني هذا يعني اللي يقوله السيد مقتدى يلتزمون بالحرف. لذلك عندما يعني هو ليش صدر التغريده الاخيره؟ هو مقاطع واعلن مقاطعته من زمان للعمليه السياسيه، لكن لما صدر تغريدته الاخيره قبل الانتخابات بثلاث ايام تقريبا هو كان هذا حادثه، انه خاف يصير شيء ويحسب على التيار، لذلك حسم من الامر. حتى من بين عناصر جزء من التيار ما يدرون يعني كذا او لاي سبب، هذا السبب او ذاك، لذلك حسمها نهائيا. انت توصيفات هو رافض الانتخابات، سماها انتخابات فاسده، سماها كل هاي الامور، لكن بنفس الوقت قال لهم اتركوهم خلي يسوون انتخابات. زين، يعني خطاب السيد مقتدى الصدر كان موجه للتيار اكثر مما هو موجه للاخرين. موجه للاخرين هو ما معني بيهم، اذا اكو قوه مدنيه تريد تقاطع كذا، لكن ايش قد تاثيرها بالشارع؟ يبقى وهذه القوى المدنيه ما تملك هذه الادوات اللي تقدر تاثر وتغير معادله، لكن هو ضمنا موجه للحكومه ايضا، باعتبار انه اذا صار اي خرق او اي عمليه يعني تستهدف المراكز الانتخابيه ترى هذا مو من يعني تيار الصدري مو مسؤول عن هذا الموضوع ولا يعني ضوء اخضر للجهات الرسميه ان تتعامل مع اي خرق او اي محاوله يعني للتاثير على مسار الانتخابات. زي. وهذا طبعا موقف ايجابي بالمناسبه، لانه اليوم اللي شهدناها عمليه الاطمئنان وجعلت الحكومه تترهى والاجهزه الامنيه وكلها بالشارع، يعني احنا نامل ان ينعكس هذا على يوم الاثنين، وانا ما اتوقع راح يصير شيء مختلف ابدا، لانه هي انتخابات بالنتيجه، مراكز قد تكون اكبر طبعا، ان انا اليوم اكو فرق بين هاي المراكز اليوم اللي بالمئات، ربما مراكز راح تكون بالالاف، راح تكون الزخم اكبر، راح تكون الثقل اكبر، كل هذا معروف يعني بالانتخابات العامه، لكن المسار الامني محسوم. انت عندك كان تخوف معين، ازيل هذا التخوف، الرجل قال انه اجروا انتخاباتكم ما علينا. يبقى اللي يريد يعرقل من اي طرف اخر الحكومه، طرف ثالث تسميه، هنا الحكومه عاد المفروض هي تستعد لهذا الامر وتتعامل معه، واعتقد هي مسويه طوابير ثلاثه ومسويه اجراءات يعني حاسمه، وزير الداخليه يفتر بالمناطق، حتى قاده العمليات اليوم شفناهم بالتلفزيون، اي محافظه يطلع بيها المراسل يلتقي بقائد الشرطه وقائد العمليات ومدير المرور، يعني الدوله كلها مستنفره بهذا الموضوع، فاعتقد ان المسار سيمضي، وهذه رساله ايضا يعني رساله لا اقول تحدي، انما اظهار قدره الحكومه على ان تجري انتخابات دون اي عراقيل، واللي عرقل يحاسب وفق القانون بالنتيجه، يعني احنا العراقيل ما نعرفه شنو، اكو فرق بين واحد يفجر وبين واحد يطلع تظاهره. تمام، بالنسبه للواحد الى سياق الدكتور يقول يعني بها نسبه مبالغه قضيه 80%، خلينا نتفق على 60% من المقاطعين. زين دول 60% من المقاطعين، شنو اللي يحفزهم الان للذهاب للانتخابات؟ اكو محفزات خلال الفتره اشتغلت عليهم الجهات، مثلا المفوضيه، الحكومه، السياسيين رغبوهم، ذكروهم بموضوع انه الديمقراطيه هي اساس الانتخابات، هي اساس الديمقراطيه، صار شيء عليهم، صار تثقيف، صار شيء معين مثلا؟ مو اذا نحكي على اليوم ما يصير عندنا معيار صحيح. اكيد اليوم ما يصير عندنا، بس هسه على الاقل احنا خلال هاي الفتره شفت انت رصدت شيء على محاولة استقطاب المقاطعين اساسا ما عدا التيار الصدري، يعني موقف مختلف. نعم، التيار الصدري موقف سياسي مختلف، لكن انا عندي هاجس انه هالمرة راح تكون النسبة افضل من اي مرة سابقة. ليش؟ لانه الاداء الحكومي خلال سنة كان اداء جيد على المستوى العملياتي يعني الخدمي كذا، هذا يعني قلص نسبة، كانت ازمة ثقة حادة
عند المواطن لدى الطبقة السياسية. وبالتالي رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة أنه مجالس المحافظات هي مو حلقة زائدة، هي جزء من النظام الديمقراطي وهي جزء من آلية عمل الحكومة في استكمال برنامجها. زين. هذه الرسائل إذا أتوقع تستنعكس، لكن النسبة ما أقدر أحددها، لكن أتوقع أكيد. أن هالمرة راح تكون نسبة أكثر من أي مرة سابقة لهذا السبب. هسه البداية بالبداية راح ينعكس إيجابياً على رغبة المواطن في أن يساهم بالتصويت الخاص. هي نسبة مرتفعة والأداء مرتفع جداً بالتصويت العام. خلينا نشوف بالأيام الجاية راح يصير. مسألة من أعتقد ذكرها الأستاذ علي، موضوع الإجبار هو سائل إجبار على الانتخاب، مفروض ما نغادرها يعني. أنا برأيي يعني موضوع الإجبار من الناحية المنطقية، الإجبار دائما يكون نيل من الدولة من الحكومة. الحكومات معظم الحكومات السابقة كان عندها قوائم، فبالتالي من يجبر من كذا صوتونا مشتركة بالانتخابات وصاحبة مصلحة. اي بالضبط، لكن هاي الحكومة ما مشاركة، يعني رئيس وزراء ما مشارك الرجل. فبالتالي إذا أكو إجبار هذا معناها تصرفات شخصية من بعض المسؤولين بالجزء الأمنية اللي بربما منتمين إلى قوى أحزاب. فهذا يعني حتى ليكون يعني أنا ما أريد أصير ناطق باسم الحكومة، لكن هذا المنطق يقول هيك. واحد ما رئيس وزراء أبو السلطة التنفيذية ما مشارك، عليش يجبر الناس ينتخبون فلان وفلان تاني؟ هو معروفه شخصيا، إحنا ثلاثتنا يمكن نعرفه شخصيا. الرجل السوداني ما الآن ما منتمي لأي طرف ولا لا، بس موجودين يعني. وزير الدفاع عنده قائمة أصلا، معناها اجبار من اطراف اخرى غير الحكومه المركزيه. اي هذا ممكن، لا غير رئيس هذا الوزراء. ما ابرر هذا غير رئيس الوزراء، غير رئيس الوزراء. حتى الناس ما تاخذ هذه يعني راس مال ولا هم نفس الشيء، هم نفس القبل انه ينسحب، هم يجبرون الناس. لازم نشخص الامور. زين، هذا الاجبار اللي تقصده استاذ علي؟ اي نعم استاذ محمد، هي كانت اجتهادات طبعا، وانا ذكرت انه هذا مو توجيه حكومي، بالعكس السيد رئيس الوزراء وجه لي اكثر من مره بعدم التدخل وعدم الاجبار على الانتخاب وعدم الاجبار على التصويت. منو اللي من يقول لي يجبر؟ مثلا وزير الدفاع عنده اجبار، هسه وزير الداخليه الرجال هم ما مشارك بقائمه ولا عنده اجتماع سياسي. لا استاذ محمد، اكو تصرفات يعني. انا حسب كلام المنتسبين تصرفات فرديه من الامرين. زين. هذا الامر من ماخذ الامر مالته؟ الله اعلم. بالتالي هل هناك اوامر سريه؟ هل هناك اجتهادات؟ هذا الله اعلم. تمام. انا بدي اعود الموضوع الذبانه مال الدكتور هاشم الكندي اللي يقول صوتك يقطع. صوتي قطع، هاي من عندكم؟ ايه خم، انا قاعد بالبيت على قناتك. اقول لك ارد اعود الموضوع الذبانة الدكتور هاشم كدي اللي يقول لها كش وما تطير. هو مو موضوع كش وما تطير ومعناته ما تسمع. انا اتكلم عن عملية احتساب للوقت اللازم. المحطة عبارة عن صف. صف مدرسي وبي تقريبا 5 موظفين الى 4 موظفين من المفوضية. انت تعرف انه ما يفتح لك البرنامج اذا ما تخلي بيه البطاقه وتبصم، بعدها ينطوك الاستماره وتروح بيها للكابينه وتختمها وترجع تخلي الاستماره بالسكنر والسكنر يسحبها. هذا وقت. انا من اقول لك هنا هذا مو معناته تسقيط، لكن انا ادعو الى زياده المراكز، الى زياده عدد الموظفين. ايضا اكو مشكله اليوم حصلت في عكاشات في الانبار، انه صار خلل عطل في اجهزه التصويت، واضطروا الى ان يجي فريق بالطياره حتى يعالج هاي المشكله. يعني بالمواضيع يقول ما صار عندنا خلل باجهزه اليوم. هسه الان في بيان هسه صدر ما يقولون ما صار عندنا عطل. شوف استاذ محمد، انا كنت مواكب الاحداث وبنفس الوقت اواكب التصريحات. المشكله هناك من يريد ان يجعل من الوضع ورديا ازيد من اللازم. زين. يعني يريد يسوينا سويسرا اكثر من سويسرا. نفسها. هذا مو صحيح. انت لما تاشر الملاحظات السلبيه هذه بالتالي تقوم العمل في المستقبل. تمام، بس هو يقول لك اكو ملاحظات ايجابيه هواي دكتور هاشم، خلينا ناخذ الجانب الايجابي اكثر من السلبي ونتطلع عليه. لكن لا تنسى استاذ محمد، احنا اليوم 20 سنه على التجربه الديمقراطيه. احنا اليوم عمر التجربه الديمقراطيه عندنا عمره 20 سنه، يفترض هاي الاشياء ما تحدث عندنا. فيفترض انه موجود فريق دعم فني في كل مركز لمعالجة. تعرف أنت أغلب اللي يشتغلون بالانتخابات هم موظفين وتم تدريبهم لمدة يمكن 2 أو 3 أسابيع على عملية الانتخاب، وسلموهم الأجهزة، وهي أجهزة إلكترونية مرتبطة بالأقمار الصناعية وإنترنت وغيرها، ما أعرف إيش، وعصا الذاكرة وغيرها. فتعرف أنت هذه هم يعرفون يتعاملون مع الناخب وطريقة التصويت، لكن ما يعرفون يتعاملون مع طريقة إصلاح عطل إذا صار. فيفترض أكو موجود
فرق من الدعم الفني تعالج هذه المشاكل. تمام. وزارة الداخلية لم نسجل حالات ضغط على منتسبي القوات الأمنية هذا الآن خلال التصويت، الشكاوى المقدمة بسيطة ولا تمس جوهر العملية الانتخابية. أستاذ محمد، احنا عندنا أرض واقع. أرض واقع تقول أكو عبارات كتبت على أوراق الانتخابات، أكو أوراق تالفة. شنو تقصد؟ شنو تقصد؟ يعني العبارات التي كتبت على الانتخابات دليل على أنه ذولا مجبرين. أستاذ محمد اليوم لا، مو شرط مجبر، هو راح حتى يسجل موقف، كتب أنه أنا مقاطع. أستاذ محمد، تضامنا مثلا مع لأمر السيد مقتدى الصدر، هذا شفته أنا مو صحيح؟ أستاذ محمد، بس العبارة ما أتذكرها بأي طريقة، بس خبه هذا رجل حر، هو وصل للانتخابات، هو من حقه أنه ينتخب أو ما ينتخب، يتلف ورقته. سيجوز أنا أروح أتلف ورقتي، يجوز ما مقتنع بمرشح معين. أستاذ محمد، بس أنا حقي بالتصويت حافظة. أستاذ محمد، العبور على المشاكل أو مثل هاي اللي تحط الحشا السامع الوسخ جو الزولية، هذا مو صحيح. لا لا، مو هي قراءة ثانية للمشهد يعني. لا لا، العبور على المشاكل هو غير صحيح يعني. أنت تخلي تعبر على المشاكل بدون معالجتها أمر غير صحيح. أكو إجبار؟ إيه أكو إجبار. الدليل عندك البطاقات التالفة، راح تعلن عنها المفوضية وراح تشوف عدد البطاقات التالفة، وأكبر دليل السوشيال ميديا ملت بهذه الصور من البطاقات التالفة وعبارة هسه دولة يتبعون سيد مقتدى الصدر، يتبعون غارة سيد مقتدى الصدر. مو هنا المشكلة. المشكلة احنا لما سألنا المنتسبين حسينا انه هنالك نوع من الاحراج. هسه ما راح اقول لك اجبار، احراج للمنتسب انه لازم تروح. اليوم التصويت الخاص غير يعني ما يعتبر معيار. اني دائما احث على المشاركة بالانتخابات، لكن ليج واحد يصور لي الوضع وردي، لازم تأشر المشاكل. أما تقول لي أحزمة ناسفة، عبوات لاصقة، ما أدري شنو عبوات، هاي موضوع احنا غادرناه قبل سنين. هذا مو هذا تحقق بجهود القوات الأمنية، مو تحقق بجهود الانتخابات وغيرها. احنا اليوم تجيني تسولف لي على حزام ناسف، يا حزام ناسف احنا وين، والحزام الناسف وين، وين احنا؟ ترى بال 2023 بغداد تبقى 24 ساعة محلاتها مفتوحة، شوارعها مكتظة. فهذا انت لا تجيني تحاول انه تخلي لي هاي رشه الفستق على 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 معون المحله بي. لا، احنا نعرف انه اكو امن واكو امان، ولا تخلونا بخانه اللي يحاول يحرج الحكومه ويحرج المفوضيه. لا، انا اليوم اتكلم بلسان المواطن اللي يريد عمليه شفافه. اليوم انا اتكلم بلسان المنتسب الذي راح واجبر، وبالتالي اتلف البطاقه الانتخابيه، واخذ وقت واخذ جهد وترك الساتر وترك واجبه، بالتالي هو ايضا ما عنده اي رغبه. والله هاي الحلقه بيها 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 ذبان، بيها ذبان وبيها محل بي وبيها ما ادري شو بيها. ايش بيها هاي الحلقه؟ اسال المحل بي احسن من الذبان مشلعه اجنحاته. استاذ محمد، هو المحل بي يجيب محل راس وقع في استراس. احنا جاهز، احنا كل ساعه اقول ها والله ذيك السنه صارت عندنا منفخه ما ادري شنو. اقول لك الرجال بال 2023 واحنا وضعنا مختلف. للدقه، انا ذكرت انتخابات جرت كما لم تجري في العالم. وقلت هذا مصدر فخر للعراقيين. زين، انت تتحدث من خلفيه تاريخيه. ثبتوا ديمقراطيه للعراقيين. هذا الامر ليس اي بس يقول لك احنا ما عندنا قضيه مثاليه وانت تريد نجملها. اولا اكو ملاحظات لازم نذكرها. عزيزي دكتور محمد، احنا هسه بعدنا بالبرنامج، ما مضى على اكثر من نصف ساعه، انا لم اطرح صوره ورديه. قلت هذه الانتخابات فيها اخطاء، فيها سلبيات، واحد بيشتري له بطاقه بطاقتين، واحد يدخل يتلف بطاقته بالمركز الانتخابي، هذا قدر يدخل موبايله بسبب او باخر، هذه موجوده. لكن هل هي هذه الصوره الحقيقيه؟ كم تشكل من نسبه هذه الاشياء؟ هو المشكله احنا لم نطرح حاله ورديه، لكن ايضا ما تنطرح الامور بالحاله الماساويه وكانه الانتخابات كلها اجبار وكلها ارغام. احنا الان ما سالنا ضيفك الكريم انه كم عدد اللي اتصل بهم، وهذا الامر لماذا لا يطرح بشكوى؟ والقانون حامي والقائد العام طرح بشكل مباشر، ثم هو ذكر شيء لعله هذا الشيء حتى في ارقى الدول اللي تجد انتخابات ما موجود، هو ذكر يقول في عكاشات
واحد من أجهزة التصويت وقف دزوا طائرة حتى تصلحها. والله يعني احنا ايش واصلين بشي مستوى نعمة يراد نوزع محل في سبيل الله. هاي بساحتك على النجدية، هاي بساحتك. اسمع اسمع لا لا بالفعل احنا السلبيات تذكرها والإيجابيات تذكرها. جيد فاحنا انت ذكرتها من باب السلبي لا باب لا 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 شوف استاذ محمد لا المعالجة كانت سريعة. خلي الداخل شوي. المعالجة كانت سريعة لكن كان اكو خلل. يفترض انه احنا ما نحتاج للطائرة، يفترض اكو فريق دعم فني في هذه المدينة. زين. ما من المعقول احنا يومية ندز طيارة ان شاء الله على الخلل الفني. ان شاء الله على الانتخابات القادمة دعوة للحكومة العراقية ان نسوي مترو من بغداد من فوضية الى عكاشات حتى توصل الامور. لا لا استاذ هاشم ليش تسطح دائما الحديث يعني يا عزيزي. بالتالي الحديث يا استاذ علي يا استاذ داعي للتسطيح. يا استاذ علي انت تقول احنا حتى ما نحتاج طائرة، احنا اذا عندنا امكانية هيك حريصين على احترام الصوت العراقي ودزون المفوضية والدولة متعاونة وياهم ودز لهم طائرة حتى تصلح للأجهزة الفنية، فهذا شيء رائع جدا. يعني احنا نعيب انه اجرينا بس احنا طياراتنا ونفتر ورا جهاز جهاز. خب خلي لك فريق دعم فني موجود بهذا المكان ما يخالف، هذا تعكس اهتمام احنا من الحكومة. نطالب المفوضية هاي القصة، نطالب مفوضية الانتخابات اللي عندها الان اكثر من 14,000 جهاز وعطى الجهاز واحد أن تستغفر الله العلي العظيم وتطلب السماح من العراقيين. يا أستاذ هاشم، أستاذ هاشم ترى القضية مو بهذه السطحية. هو الآن شنو يعني المصلحة؟ ليش دائما تسطح الحوار؟ ليش تسطح الحوار؟ مو تسطيح. دا أقول لك يفترض أن توجد فرق للدعم الفني. ما دا أقول لك استغفر الله ولا صار كفرة. يعني أنا اليوم شلون إلا أقول صلى الله على المفوضية يلا تفتح أنت يلا ترضى علي. أخي هذا أنت اللي تقول عليه. أنت قاعد تغطي على السلبيات. انا ما اغطى على السلبيات، انا مواطن عراقي حر من واجبي اشر السلبيات والايجابيات. حتى ما تريد تسوي العراق سويسرا فاي بعيده يعني وصلت يعني الفكره استاذ علي. خليك لا دكتور محمد هاي مال الدكتور واستغفر الله هذا كلام غير منطقي. استاذ علي استاذ علي استاذ علي تفضل كمل. اولا ذكرنا احنا انتخابات مثاليه بالكامل، قلنا بالصوره بالمجمل انتخابات جيده. زين تحدث اخطاء تحدث اخطاء تحدث خلقات. شنو المشكله اذا شنو المشكله اذا اشرناها؟ شنو المشكله؟ لا هو التهويل هو ذكرها وما هو هسه انا شنو التهويل؟ دقيت الهدف لقيتني تهولت الموضوع. انا الان اكو صارت واحده اثنين ثلاثه كلام وانا صرنا يوم الاثنين. هسه احنا دكتور انت تدير الحوار؟ طبعا ان شاء الله انا تدير الحوار شكلك. لا جاي لا مو حتى الرجل قاعد يتداخل وياك ونسمع وجهات نظر مختلفه. انا اقول احنا نقول ذكرنا السلبيات وذكرنا الايجابيات. زين اما ذكر فقط السلبيات بهذا التهويل وهي لم تستند الى حقائق موضوعيه او وثائق هذا الامر فيه. احنا نقول بالمجمل العام الاساس في هذه الانتخابات انها مقدمه وبوابه وصوره للانتخابات العامه. هاشم انت رصدت جوانب عزيزي، انت رصدت جوانب وهو رصد جوانب اخرى. استاذ محمد انا في بدايه حديثي قلت عندي ملاحظات. تمام. ملاحظات وليس هاي الملاحظات. هاي الملاحظات انا اقول يمكن احنا جميعا الماده بس انا متاكد يمكن انا استاذ حمزه لسنا مشاركين في اي قائمه ولا، لكن احنا بالاساس نتحدث عن عمليه زين انتخابيه تعني العراقيين جميعا وهي ترتبط باسم طبعا. العراق هذا هو الاساس. استاذ حمزه هسه عندنا وجهات نظر مختلفه. وجهه نظر راح تسويني فريضه هالثانية يعني. هو المشكله انا هسه قمرت حقك في الوقت. يلا ماشي الحوار جميل بين الدكتور والاستاذ علي حقيقه يعني. زين هسه احنا عندنا يوم جاي عندنا الان تجربه بالمجمل هي ناجحه، سواء صار عندنا خلل هنا صار عندنا خلل هنا، وهي اصلا تصير هاي الاشياء تصير. لكن مستوى التطور في عملنا بالانتخابات بعد لحد الان ما واصل الى مستوى جيد. يعني انت تشوف انتخابات ابسط انتخابات كانت انتخابات تركيا. صح. كانت انتخابات على المستوى التقني والمعلوماتي انتخابات يعني عاليه المستوى بحيث العالم كله كان يباوع على تركيا. صحيح. تجربه واضحه يعني بحيث الصوت اللي ينزل الصوت هو محسوب وواضح يعني قدامك قدام الصحفيين قدام كذا. هسه احنا صار لنا ساعه ندور لنا على نسب ما الاقي وقبل وراح يطلعوا لكم مؤتمرات صحفيه. يا ريت يعني يا ريت تستفيدون من الاخطاء الماضيه. هل من الممكن ان نوصل الى هاي المرحله؟
والله ان شاء الله مو مرحله تركيا، انا مرحله بسيطه. ابو المثل يقول امشي ورا اللي مبكيك ولا تمشي ورا اللي مضحكك. هذا مو مثل، هذا مو صحيح. اي يعني التشخيص الاخطاء مو 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 خطا، لكن انا اتفق يعني اتفق مع الاستاذ علي انه ده شخص اخطاء، بس اتفق مع دكتور هاشم انه تهويله هو هو مو صحيح. هو ذكر حاله بالفعل هي ايجابيه مع العكاشات انه صار هذا الخلل والدوله دز طياره لهناك، والله شيء لطيف يعني جدا هذا الامر. لكن نأمل، هو ذكر شغله ايضا والله تقدرون تسوونه مو لطيف، تقدرون تسوونه لطيف. لا لا مو لطيف انه الدوله تخسر طائره من على العكاشات، هذا دليل حرص تمام. بس البديل شنو؟ مو لطيف انه الدوله حرص. لا مو البديل ذكره، البديل ذكره استاذ علي انه يصير فريق فني ضمن ليش تودي طياره. بالمستقبل هذا الامر ممكن يحسن بهذه الطريقه. وكان المفروض حسابه يعني خسرنا فلوس ملايين وخسرنا اجهزه وكذا، يعني ظل على هذا ليش تروح طياره يعني. هي شيء جيد لكن ليش تروح؟ زين يعني. فبالتالي العمليه كان المفروض تعالج ضمن هذا ضمن هذا الوضع انه فريق فني متكامل يعالج هيك اخطاء حتى لا تحصل. اما الاجبار انا يعني ارجع اكد انه هذا الاجبار ما مو رسمي، انما هذا من جهات من بري، جهات هوايه اكو جهات داخله امنيه وغيرها داخله بالقوى السياسيه وعندها قوائم وكذا، لكن الداخليه نفت هذا الموضوع. يقول لك انا ما الداخليه ما مشارك الوزير بها، لكن اكو انتماءات حزبيه معروفه وانتماءات ايضا. احنا كلتنا بشر اللي بنتسب الامنيه شو مو عراقي هم عنده عشيره وعنده يمكن هو قلبه مع حزب طرف معين، ممكن يصير هذا الشيء. ولكن اكو فرق بين اجبار رسمي وبين اجبار يعني كيفي. هاي القصة لازم أيضا ننظر لها من هذه. شكرا أستاذ حمزة مصطفى، شكرا دكتور هاشم الكندي، شكرا أستاذ علي نجدية، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.